السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جياس كشاهد. وكيف يطبخ على نار هادئة ملعب تيزي وزو؟ إن شاء الله راح يكون تحفة، راح يكون أحسن ملعب في إفريقيا إن شاء الله. شاهدوا ملعب تيزي وزو، ديروا الناس رايك على التحفة، هذا على أجمل الملعب، راح ينافس ملعب براقي، تحفة معمارية رائعة جدا. هذه الملعب تيزي وزو بداية تجارب اللوحات الإشارية الإلكترونية، تجارب الإضاءة الليلية وتحديد مستوى الأضواء، قريبا بداية المعالجة الضوئية للوشب الطبيعي والأشغال المتواصلة إلى غير التدشين. إن شاء الله تدشين الملعب حسب الخدمات هذه وكذا والسرعة هذه، أنا أظن بلي التدشين تاعو راح يكون في مارس ما يروحش الماء بلاجوا. هذا هو الملعب، شوفوا الإضاءة روعة 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 روعة. لايك على الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. متعة متعة متعة. سلام خالص.